السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كنرحبوا بكم في هذه القناة اللي هي قناتكم، ونتمنوا لكم إن شاء الله تقضوا معنا أوقات طيبة وسعيدة، ومرحبا بالجميع. اليوم غادي نقدموا لكم إن شاء الله حلوى بالكاوكاو، يعني بدون فرن، بدون إن شاء الله غادي نستعملوا شوكولا نوار، شوكولا بيضاء، وفي نفس الوقت غادي نستعملوا ملونات ديال الشوكولا اللي كيعطيونا الوان في الشوكولا. هذه اختياريه، اللي بغى يديرها اللي ما بغاش بلا ما يديرهاش ماشي مشكل. هنا ان شاء الله هذه الملونات كيتباعوا عند الصحاب لاباتيسري، كيجيو من برا هادو كيشي ملونات رائعين للشوكولا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوصفه ديال الكاوكاو حنا غادي نوريوها لكم في لقطات في هذا الفيديو، كيفاش تصوبها باش تجيكم بحال هكا، خصها تجينا شاده، الا واقفه بحال هكا خصها توقف، ماشي تجي جاريه وكترخف راسها هكا، تجي واقفه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيلونس ديال الكاوكاو كنحمروه مزيان، وعندنا هنا واحد 300 غرام ديال سكر بودرة، يعني سكر غلاسي. هنا غادي ناخذ الكميه المطلوبه باش نعمرو غير شويه، ما نديرش بزاف ديال الحشوه. السكر غلاس نزيدو شويه الكاوكاو، نسدو الماكينه ديالنا على بركه الله. نضيفوا شويه الزبده باش نطحنوا هذا الكاوكاو ديالنا، ما كنطحنوش بوحدو غير مع السكر، دائما كنضيفوا ليه شويه الزبده حتى كيولي لينا عجينة شاده راسها. هانتوما شوفوا العجينه ديالنا، ها هي كتجي سنانا جنوها حتى ترطب، تتولي رطبها ان شاء الله باش نتحكموا فيها في الفورمه اللي غديروا فيها ان شاء الله. تما يبقاش داك الاثار ديال الزبده، بارك الله. شوف كي كتجي رائعه ان شاء الله. كنقطعو العجينة ديالنا على جوج، ها هي باش نخرجو جوج د الأنواع. غادي نحطوها فوق الطابي، نديرو هاد البلاصة اللي حرشة، إن شاء الله غادي نجيب واحد الرولو باش نقادوها. ان شاء الله غادي نديروها مقاده، خاصها تجينا مقاده، ونعطيوها واحد الفورمه مربعه باش ما نخرجوش من هذاك الديبري، يعني ما يشيتش لينا داك الطراف بزاف من الجناب باش ما نضيعوش هذاك الكاوكاو. غير نوريكم كيفاش ان شاء الله تقادوا هذه المسائل ديالكم بهذه الطريقه. هنا نحاولوا ندخلوا الكاوكاو من الجناب، الفورمه ما تجيش عاليه بزاف، ما تجيش بلا بزاف، ما تجيش رقيقه بزاف، وما تجيش عاليه بزاف. انتما حاولوا تقدوها بحال هكا باش تقطع ديالنا يجينا ان شاء الله رائع بإذن الله. ها هي عندنا جوج حلول، عندنا نقدروا نديروا الشوكولا هنا ملي تبرد نقلبوها ونديروا الشوكولا من التحت، لا حنا غادي نديروا الشوكولا من جهه واحده باش ما تجيناش الحلوه ديالنا حلوه بزاف، باش كتجي رائعه في المذاق ديالها وما كتجيش حلوه بزاف. انتما شوفوا كاع ولو غير تقادوها مزيان بحال هكا،
وهذه غادي نديروها كحلة إن شاء الله. نديروها اللون أسود وهذه كحلة كوا إن شاء الله. غادي نخوي الشوكولات ديالنا. قبل ما نخوي الشوكولات نكون وجدنا واحد الفرنة بيضاء. غادي نعمر الكورنة ديالي بالشوكولا بيضاء. هانتوما وندير الشوكولا ديالي هكا ندوزها على كل بساطة. ماشي مشكل الا تخوات لكم من الجناب. غادي نقادو الطرونشات ديالنا من يقطعوها. غادي ناخدو الشوكولا ديالنا نديرو ليها بحال هكا. نقدرو نديرو عدة مرات. غادي نطراسيوها بحال الشكل ديال الملفي. نطراسيوها لهاد الجهة ايضا. ذهبا وايابا. ونضربو بها بحال هكا. ونخليوها ان شاء الله تبرد. كتجي رائعة. انا الشوكولا درنا لها اللون الاحمر. غادي يعطينا هاد اللون. هانتوما كتشوفو فيه. هنا غادي نديرو اللون الاصفر. غادي يعطينا هاد اللون. غادي نديرو لون اخر. ديرو شويه الاخضر. هادي راه صباغه الشوكولا. راه ماشي لامبورت كي صباغه. يمكن لكم تخدموها ابدا تخدمو ديال الشوكولا. هنا كنعمرو لي كورنات ديالنا. كنولي نعمرو الكورنات بالشوكولات. نوجدوهم كاملين. هنا كنديرو الشوكولات في الكورنات جميع الالوان اللي درنا. شوكولا بيضاء ها هي. وندوزو سبانتور ديالنا. بركة الله غادي نقطعو ديالنا. غادي نبداو ان شاء الله بهاد الروز. هانتوما كتشوفوا الروز. غادي نديرو ان شاء الله الاخضر. غادي نديرو ان شاء الله اللون الاصفر. نعود شوية الأحمر. نعود اللون الأخضر. وندوزو يعني الموس بحال هكا. نتو نضربو بها بحال هكا ان شاء الله. ونخليوها تبرد. كيما ان شاء الله غادي نقطعو هاد البتي فور ديالنا. ما كنضغطوش على الموس باش ما نشربوش الطابي ديالنا. يعني راه خفيفه باش تقطع ماشي واعره باش تقطع. هانتوما غادي نديروها شويه طويله.
اللي ما بغاش سميتو يدير الماء سخون ويدير فيه الموس باش تقطع ليه مقاده، ما يقدرش تخسر ليه حتى حاجه فيها ان شاء الله. نحاول دروكا نقطعها على على شكل اصابع رقاق. نقطعها شويه مربعه، نقدروا نقطعها بمولات، مي المولات الا قطعناها غادي نخسروا فيها بزاف ديال لي طرونش، يعني غادي تشط لينا الديبري بزاف. من احسن من الاحسن نقطعها مربعات ولا مستطيلات. غادي ناخذ الشوكولا ديالنا نستوها في ليمول بحال هكا، ها هو في القضي على هذا الشكل. دائما نخدم واحد سبانتور قبل ما نهزو طونش، وملي كنديرو كنجمعو عليه هذا الجنب باش كنشدوه به باش كتجي رائعه ان شاء الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذه هي الحلوى الرخاميه ديالنا على شكل مستطيلات ومربعات، يعني بالكاكاو والشوكولا من الفوق. نتمنى منكم تفرجوا في الفيديو وتشوفوه باذن الله، غادي تعرفوا كيفاش غادي تصوبوها. ما عليكم الا تشوفوا المقادير والطريقه، وان شاء الله النتائج هما قدامكم باذن الله.